السلام عليكم، معكم حنا لويزي مديرة المعرض ديال أختور كالري. ألوغ هاد ليكسبوزيسيون أوديسي هي دارت لمجموعة من الفنانين موهوبين جدد على الساحة الفنية المغربية، ودرنا هاد لو باريناج اللي هو واحد الرعاية من طرف الفنان الكبير المشهور النحات صاحبي الشتيوي اللي عطاهم واحد الدفعة تتعاونهم في لاكارييغ ديالهم. هاد الدفعة مجموعة من النصائح من لي كونساي بارطاج ديكسبيريونس اللي غادي يعاونهم هاد اللي يعاون هاد الفنانين الجدد باش يتألقوا حتى هما في الساحة الفنية ويكونوا مشهورين بحال الفنانين ديالنا المغاربة. الفكرة من الدكتورة حنان الويزي والأخوة تجمعتي بن سيخ وفي هالفضاء الجميل هذايا، وطلبوا مني باش نقوم بالتعاون مع الفنانين الشباب والفرنسية باريناج. وبصراحة فكرة نشوفها فكرة جميلة وطيبة ومشجعة ومحفزة للشباب باش يعملوا أحسن وأحسن وأحسن، وهنا نشوفوا في النتائج ونشوفوا يعني حقيقة حاجة تثلج الصدر، ونتمنى للشباب النجاح والتوفيق إن شاء الله في التظاهرة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.